قبل ما انسى، على محافظه اسكندريه هنا وبنتكلم على الاسواق، على محور المحموديه في مشكلتين. على محور المحموديه في مشكلتين، السوق اللي هناك اسمه سوق الحضره. الحضره، طب استريح، اتفضل اتفضل استريح. سوق الحضره وانتم مخططين ان انتم تعملوا سوق في مكان اخر. طيب احنا المحور ده عايزين يعني بالكتير خلال شهرين ثلاثه نكون بنفتتحه، لان هو هيريح اسكندريه جدا. بس بكل الشجاعة الأدبية أقول لسيادة المحافظ، يا سيادة المحافظ مش إلزامي إن المحليات ما تشتغلش والتجميل والنظافة ما تشتغلش إلا ما يكون في زيارة لسيادة الرئيس؟ قبل ما نسيب النقطة دي، تحبوا كلنا نطلع نشوف ده مع بعض؟ حاضر، نروح. وحاليا الموضوع في الطرح، وهيكلف ما يقرب ال 160 مليون جنيه عشان المستشفى دي ترجع كمستشفى، وان شاء الله بعد ما نرفع كفايتها يا فندم هتجهز بالمعدات الطبيه. 160 مليون جنيه عشان نرفع كفايه المستشفى؟ هي حجمها كبير يا فندم. انت قلت 300 سرير، يعني هدفع 500 الف جنيه على كل سرير عشان نرجعها تاني 300 سرير يا كامل؟ كان الهاء